أهلا بكم مشاهدينا. نشر الرئيس التونسي قيس سعيد مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 من يوليو المقبل. بموجب الدستور المقترح يمارس رئيس الجمهورية الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس الحكومة، كما سيقلص دور البرلمان بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة. يحظر الدستور الجديد على القضاة وقوات الأمن والعاملين في الجمارك القيام بإضرابات. هذا أكدت هيئة الانتخابات استعدادها الكامل لتنظيم الاستفتاء على الدستور في 25 من يوليو القادم. قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن الهيئة أولت العناية الكاملة لاستقلالية كافة المتدخلين أو لاستقلالية كافة المتدخلين في العملية الانتخابية. لأنك أنت تصرح بالمشاركة في حملة الاستفتاء مش تدخل في نوع معين من الرقابة اللي تفرضها كل الأنظمة الديمقراطية في العالم، مش بدعة، لأنه الديمقراطية الكل تقول لك اللي يشارك في الحملة يلزم يتم مراقبته، التمويل نتاعو يلزم يتراقب، لاكسيل الميديا والديسكور نتاعو ونوعية الخطاب يلزم يتراقب، الحضور نتاعو في المواكب والاستعراضات والاجتماعات يلزم يتراقب. هذا هو الهدف. معنا الآن من تونس مراسل التلفزيون العربي خليل كلاعي. أهلا بك خليل. أبرز ردود الفعل بعد الكشف عن مضامين مشروع الدستور التونسي الجديد. سيام، ردود الفعل الأولية بشأن مشروع الدستور الذي نشره الرئيس التونسي قيس سعيد منذ ساعة تقريبا في الرائد الرسمي جاءت من قبل معارضيه عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وبالقاسم حسن القيادي في حركة النهضة وغيرهم من القيادات المحسوبة على معارضي الرئيس. لم يناقشوا مضمون هذا المشروع، مشروع الدستور، وإنما اكتفوا بالإشارة إلى أن هذه الخطوة هي محاولة لإضفاء شرعية على مسار يصفونه بالانقلابي، وأن هذه الخطوة برمتها شأنها في ذلك، شأن خطوات سابقة أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد هي خطوات لاغية وباطلة. ربما تمحيص ما نشر في الرائد الرسمي اليوم مشروع نسخة الدستور الجديد والقول الفصل بشأن ما ورد فيه يحتاج إلى وقت إضافي ربما للخبراء والمتابعين وأساتذة القانون الدستوري ليقدموا قراءة أعمق وشرحا مفصلا للكيمياء التي وردت في هذا المشروع ولشكل النظام السياسي الذي يفهم ويستشف من خلال هذا المشروع. لكن التفاصيل الأولية، المعالم الأولية لهذا المشروع تثبت ما سبقت الإشارة إليه في منذ أسابيع على الأقل، إلى اعتبار مثلا السلطات، مختلف السلطات في البلاد، مجرد وظائف الرئاسة، رئاسة الحكومة، رئاسة البرلمان. من الواضح أن الرئيس التونسي قيس سعيد وهو من نشر هذه النسخة من الدستور، هذه النسخة من المشروع، على اعتبار أنه النسخة التي أمد بها الصادق بالعيد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة للرئيس الحق في أن يدرج عليها تعديلات وإضافات وأن لا يلتزم بهذه النسخة. وبالتالي يمكن القول أن هذه النسخة التي نشرت اليوم في الرائد الرسمي هي من صياغة ومصادقة الرئيس التونسي قيس سعيد. في هذه النسخة تحديدا ورد على سبيل المثال في باب رئيس الجمهورية أن الرئيس
محصن خلال في مختلف الأعمال والوظائف والمهام التي يقوم بها خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية. وبالتالي قيس سعيد حصن قراراته من الطعن وحصن كذلك نفسه من المساءلة حتى بعد أن يغادر هذا المنصب ربما بعد ولاية ثانية، على اعتبار أن المقربون من الرئيس قيس سعيد يقولون أنه ينتوي الترشح لولاية ثانية. بكل أحوال وعلى مستوى الشكل سهام، فأن هذا المشروع، هذه النسخة من الدستور أو المشروع الدستور الجديد تتضمن 142 فصلا موزعة على 10 أبواب، وبالتالي نحن أمام نسخة على مستوى الشكل على الأقل شبيهة بنسخة دستور العام 2014 الذي تضمن 149 فصل مقسمة بدورها على مستوى على 10 أبواب. كذلك من الواضح أنه باب مثل باب الحكم المحلي والمركزية والجماعات المحلية لم يحظى بذات الاهتمام الذي حظي به في دستور العام 2014، واكتفى هذا المشروع، مشروع الدستور الجديد، بالإشارة إلى هذا الباب بشكل عرضي ومقتضب. من الواضح أن الرئيس التونسي قيس سعيد كذلك وفي مشروع الدستور الجديد منح نفسه صلاحيات واسعة في علاقة بتعيين الحكومة، إقالتها أو إقالة أحد أعضائها مع الحفاظ على تركيبة الحكومة. من الواضح أن هناك تحيين جذري وغير مسبوق في تاريخ النظام السياسي في تونس من خلال اعتبار أو إقرار سلطة تشريعية من غرفتين البرلمان، أي مجلس نواب الشعب وكذلك المجلس الوطني للجهات والأقاليم، دون أن يتم التنصيص وتوضيح بشكل مستفيض على الأقل من خلال هذا المشروع ما هو دور مجلس الجهات الأقاليم، ما هي صلاحياته فيما يتقاطع مع مجلس نواب الشعب إلى آخره من التفاصيل والأسئلة التي طرحت وتم تداولها بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أسلفت سهام، نحن بصدد قراءة أولية وأولية جدا في الحقيقة لهذا المشروع، خاصة أنه نشر منذ ساعة فقط 142 فصلا على 10 أبواب، ربما تتطلب وقتا بالفعل أن نستدق لفحصها وتنقيسها. وكما ذكرت هو يحتاج لكثير من التفسيرات للمختصين في القانون الدستوري، لكن على الأقل هناك الكثير من المواد التي سربت قبل صدوره في الجريدة الرسمية سابقا وأثارت الكثير من الجدل في الشارع التونسي. على الأقل الرئيس التونسي قال بأن هناك مجالا لمراجعة هذه المواد، هل هذا ما حدث؟ سهام، التحيين الرئيسي الذي لاحظناه في مشروع الدستور الذي نشر اليوم بالرائد الرسمي هو في علاقة مثلا بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية. الصادق بالعيد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وكذلك وخاصة إبراهيم بودربيلة عميد المحامين ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والمنوط بهما تأطير الحوار الوطني وصياغة هذا المشروع على الأقل في نسخته الأولية التي سلمت إلى الرئيس، قال في وقت سابق أن هذا الدستور سيعطي أولوية للمسألة الاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك باب كامل في مقدمة الدستور في رأس الدستور سيخصص لهذا الجانب. ما عيناه خلال هذه القراءة الأولية أنه التقسيم على الأقل على مستوى التبويب لم يختلف كثيرا عن دستور 2014، وكذلك غياب هذا الباب الذي قال أنه سيتحدث عن المسألة الاقتصادية والاجتماعية بما يجعلها في رأس أبواب هذا المشروع. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هناك كذلك مسألة الهوية التي أثارت جدلا في الأيام الماضية وغطت حتى على النقاش السياسي العام في تونس في علاقة بالحريات والديمقراطية، وخاض الشارع التونسي جدلا هوويا على مستوى النخب وعلى مستوى الشارع العريض كذلك فيما يتعلق بدين الدولة وانتمائها الثقافي والحضاري. عميد المحامين إبراهيم بودربيلة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية كذلك منذ ساعات في نشرة الأنباء على القناة الرسمية قال أنه هذه المسائل لن تذكر في باب الأحكام العامة مثل ما كان عليه الأمر في دستور 2014 وفي دستور 59، وإنما سترحل إلى التوطئة، وهو بالفعل ما وقع، تم ترحيل هذه التفاصيل وهذه التنصيصات بشكل ما إلى توطئة
الدستور، وهذه التوطئة على وجه الخصوص بدأت بقولة عرفت عن الرئيس قيس سعيد، وهي أصبحت مثل اللازمة التي يكررها الرئيس في مناسبات شتى، من أنه ما وقع في 17 من ديسمبر كانون الأول من العام 2010 يعتبر وفق تعبير الرئيس التونسي صعودا شاهقا في التاريخ، وهي ذاتها العبارة التي بدأ بها الدستور، بدأت بها تطبيقته. خليك لاعي من تونس، شكرا جزيلا لك.